الشخصيه دي او كونت المنتاليتي دي عنده. طب بمناسبه المدربين الكتير، احنا معانا واحد من نجوم التدريب في تونس، كابتن اقبال الرواتبي، ده كان المدير الفني طبعا السابق لنجم الساحلي التونسي. وبالمناسبه كابتن اقبال هو اول من صعد محمد ضوي كريستو للفريق الاول في النجم الساحلي، فبالتاكيد يمكن اكيد هيضيف لنا كتير، اكيد يعني طبعا يكلمنا عنه وعن صفقه انتقاله للنادي الاهلي. يا كابتن اقبال، يعني اهلا وسهلا بيك، نشكرك برشا على المداخله الهاتفيه. مرحبا بكم، مرحبا بك كابتن احمد، ومرحبا بكابتن اشرف ممدوح. اهلا وسهلا، مرحبا بكامل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا وسهلا بيك. خلينا نسمع رايك بدايه، ازاي شفت صفقه انتقال محمد ضوي كريستو من نادي النجم الساحلي للنادي الاهلي المصري؟ والله الحقيقه هو مات كريستو لاعب موهوب. انا اسف على المقاطعه، بس خليني انوه برضو عن الصوره اللي على الهواء دلوقتي على الشاشه دي، هي صوره كابتن اقبال مع صفقه الاهلي الجديده محمد ضوي كريستو. زي ما قلت من شويه كابتن اقبال، الرواتبي هو اول من صعد كريستو للصفوف الفريق الاول في فريق النجم الساحلي. تفضل كابتن اقبال. قلت لك كريستو معناتها وقع انتدابه من وداد الحامه في صنف الاعدادي، درج بكامل الاصناف الفنيه في النادي الساحلي حتى وصل للصنف الاوسط، يعني كما تقولوا انتم تحت اندر 19 تحت 19 سنه. ايوه. وشفت الخصال اللي عنده كما السرعه والقوه، اللي زوز خصال هذا ملازمين في كره القدم العصريه. دونك صعدته للصنف الاكابر باء، وقتها كانت عندي الاكابر باء صعدته، واتصلت بالمسؤولين واكدت لهم واكدت عليهم باش يعملوا له عقد احتراف 5 سنين. في الاول كانوا متردين خاطر ما يعرفوش، وقالوا لي مازال صغير، خلينا نزيد نشوفوه، لكن قلت لهم لا وشديت فيه صحيح. وصلت حتى حديت مصير تدريبي في الميزان وقلت لهم يا محمد يعمل عقد ولا خلينا نمشي، معناتها كان عندكم مش فيه انتم ثقه، معناتها خلينا نمشي على روحي. دونك ولاوا عملوا له عقد، وقت اللي مسكت الاكابر صعدته للاكابر. لاعب ممتاز، لاعب سريع قوي بدنيا، قوي في التسديد، يلعب في الرواق الايمن والايسر، ينجم يلعب حتى مهاجم ثاني، قوي في الثنائيات، لاعب ممتاز الحقيقه، ربحته نادي الاهلي. لكن كما قلت انت معناتها مش مستانسه تصير الصفقات هذه برشا في تونس، خاطر النجم الساحلي فريق كبير في تونس، الاهلي فريق كبير في مصر وافريقيا، ومنافس على الالقاب في النجم الساحلي. معناتها اذا كان نتصور كان النجم الساحلي ما فيهاش مشاكل ماديه وما فيهاش مشاكل نتاع الانتداب، ما كانش نجم طيب في السن هذا خاطر وانا اعتقد برضو العلاقات الطيبه اللي بتجمع بين اداره النادي الاهلي واداره النجم الساحلي، اعتقد انها واحده من اكثر العلاقات المميزه اللي ساهمت برضو في اتمام الصفقه. صحيح، علاقتنا بايعه مع نادي الاهلي، فريق كبير نادي الاهلي، وعلاقتنا بايعه معاه. لكن صحيح كابتن احمد كما قلت لك، معناتها اذا كان كانت فماش مشاكل في النجم الساحلي ماديه سورتو على نطاق الانتداب، خاطر كما تعرف النجم الساحلي ممنوع بالانتداب، ولا لاعب كما محمد الضاوي موهبه، معناتها كما محمد الضاوي ما يتمش تفريطها بسهوله لاي فريق اجنبي. طبعا كما نقولوا النجم الساحلي تخلى على محمد الضاوي على خاطر عنده مشاكل ماديه. الحقيقه النادي الاهلي ربحت برشا للعبة هذا، كما قلت لك لاعب ممتاز عنده، نتمنى ينجم يقدم مستوى خير من هكاك، ينجم يتحسن في نادي الاهلي، خاطر نادي الاهلي فريق كبير يلعب على كل الالقاب الممكنه، يلعب كاس العالم للانديه. معناتها هو ده كان سؤالي اللي جاي ليك، بس كابتن اشرف ممدوح ليه سؤال معك كابتن اقبال. اتفضل كابتن اشرف. كابتن اقبال اهلا بيك طبعا، وسعيد يعني سعداء بمكالمتك طبعا، نتمنى لك التوفيق دايما. سؤالي بس، شايف ان ضو ممكن، يعني طبعا نجم الساحلي من الانديه الكبيره في افريقيا واللي بتشارك اكيد في 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 المعتركات الكبرى، يعني سواء في تونس او في افريقيا، شايف ان الضو ممكن ان شاء الله تطور او يتطور مع النادي الاهلي اكتر من كده؟ انت اكيد اشتغلت معاه فترات طويله وعارف امكانياته البدنيه والفنيه والذهنيه وتكوين الشخصيه كمان، مع الضغوط هنا في النادي الاهلي شايف انه ممكن يتطور اكتر ويتحمل الضغوط دي؟ كابتن اشرف صحيح، معناتها هو النجم الساحلي راك ديما تلعب في النجم الساحلي ولا النادي الاهلي ولا اي جمعيه تلعب على الالقاب، ديما تعيش في ضغط، ديما تعيش تحت الضغط. معناتها محمد الضاي وكريستو مستانس بالضغط هذا، مستانس يلعب ديما باش يربح، يلعب على الالقاب، معناتها الحاجه هذه مش باش تبدل له. الحقيقه في النجم الساحلي تطور برشا محمد الضاوي، خاطر
قبل كانت عنده نقائص صحيح، كان عنده موهبه، كانت عنده القوه من اللي هو صغير، كانت عنده السرعه من اللي هو صغير، لكن كانت عنده نقائص صلحهم وصلحناهم مع بعضنا كي طلع للصنف الاكابر باء، وبعد كي لقيناه ينجم يلعب في الاكابر اي وقت اللي شديد زمام الاكابر اي طلعته ولعبته في الضيف الكل كما قلت، ينجم يلعب معناتها في الرواق الايمن والايسر وينجم يلعب في راس حربه ثاني. كان صحيح قبل كان ما يسجلش الاهداف، قبل كانت عنده نقائص ما يسجلش الاهداف، كان يوصل قدام المرمى ويضيع برشا فرص، لكن بالخدمه بالتدريب بالتدريبات خدمنا برشا قدام المرمى واللي يسجل اهداف. احنا نشوفوه توا في تونس مسجل 6 اهداف وجايب 3 تمريرات حاسمه، معناتها تقدم معناتها عمل تقدم جيد ياسر، عمل بروغريسيون كما نقولوا احنا، عمل مستواه تقدم بصفه كبيره برشا، ولا لاعب الحقيقه ممتاز، لاعب معناتها من اللاعبين الواعدين في افريقيا مش حتى في الاهلي ولا في النادي. افضل مركز يمكن يعني لو اخذ تقييم حضرتك كابتن اقبل، افضل مركز شفت محمد ضوي كريستو بيلعب فيه في الملعب ايه؟ يلعب على الرواق، هو يلعب ساقه اليسرى، يلعب اليسار كي يلعب على الرواق الايمن. جناح ايمن يعني. الوسط جناح ايمن يدخل الوسط ويضرب، عنده تسديد قوي، هو عنده تسديد قوي، اذا كان يفتح ينجم المرمى يبدا مفتوح قدامه ويبدا يلعب على اليمين، يدخل ويضرب يشوط ساقه اليمين. يلعب على اليسار ينجم يوزع يعمل توزيعات زاد حاسمه، عنده توزيعات. طيب خليني اشرح لك الوضع اللي مقبل عليه كريستو في الفتره اللي جايه. انت عارف طبعا قد ايه شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي كبيره وعريضه، والاهلي مقبل والاهلي ينافس كما تعلم يعني على كل الالقاب وكل البطولات محليا وقاريا وعالميا، والاهلي مقبل حقيقه على مجموعه بطولات على مستوى عالي. يعني احنا بنتكلم طبعا الاهلي في صداره جدول الترتيب في الدوري المحلي، عندنا ماتشات مهمه، عندنا ماتشات صعبه منها ديربي مصر طبعا الاهلي والزمالك، وبالتاكيد حضرتك تعرف قد ايه مباراه مهمه للجماهير، ثم بعد كده الاهلي يسافر للمغرب عشان يشارك في بطوله العالم للانديه، ثم معترك دوري ابطال افريقيا. هل بتشوف انه ضوي جاهز للمشاركه وانه يقدر يكون ليه مردود سريع مع الفريق، ولا تعتقد انه لصغر سنه وانه تجربته مش كبيره قوي برضه من الافضل انه يتم الدفع بيه تدريجيا؟ السؤال ده متعلق اكتر بالجماهير، ده طبعا قرار في النهايه المستر كولر، لكن اتكلم على مستوى الجماهير، شايف شخصيته يقدر يتاقلم سريعا، يندمج سريعا، يتعامل مع التحديات والضغوطات الكبيره في نفس الوقت، ولا من الافضل انه يتم الدفع بالضوي تدريجيا في الفتره اللي جايه؟ والله بنشوف معناتها الضوي لاعب ممتاز، لاعب يدخل يندمج فيه صح في المجموعه، وعنده شخصيه ما يخافش من المواجهات الكبرى، ما يخافش خاطر هو كان يلعب في جمعيه كبيره، النجم الساحلي جمعيه كبيره، معناتها مستانس بالضغط، خاطر الضغط في الاهلي ولا في النجم الساحلي فماش فرق كبير، معناتها هو باش يندمج، نتصور اذا كان ياخذ فرصته يوري روحه في التمارين، مش خاطر باش خاطر جايبينه منتدب ومش يلعب هو معناتها 100% باش يلعب اساسي، لازم يقلع ينحي بلاصته في التمارين، ولازم فما كيف ما نعرفوا في النادي الاهلي فما برشا نجوم عندهم اسامي واكبر منه في العمر وقادرين يأديوا في المركز الثاني. وبيتهيألي برضه هيساعد الضوي كتير في بدايه مشواره وجود نجم كبير جدا في الكره التونسيه، وواحد الحقيقه من افضل اللاعبين اللي هدتنا بيهم الملاعب التونسيه كابتن علي معلول، نجم كبير جدا ومقدر ومحبوب جدا في مصر، اعتقد وجود كابتن علي معلول هيساعد كريستو في بدايه مشواره. اكثر حاجه بتساعد كريستو هو علي معلول، بقول لك يا اخي انت سبقتني في الكلام. علي معلول خاطر غادي نجم في نادي الاهلي ولعب برشا في نادي الاهلي، وهو ظاهر لي هو باش يدخله في الجو كما نقولوا في حجرات الملابس في قبل المقابلات قبل التمارين باش يهيئوا باش يكون حاضر نفسانيا وبدنيا باش يكون حاضر باش يؤدي مستوى باهي، خاطر اذا كان يبدا معك انت لاعب ممتاز من الكوادر الفريق في النادي الاهلي ولا هو معناتها من احسن ظهير في افريقيا ظهير ايسر وتونسي طبعا فرد تونسي معناتها كيف وكيفك تتصور باش تسهل هذيك الاندماج بسرعه في النادي الاهلي، معناتها النادي الاهلي كما قلت انت عنده برشا تحديات، عنده يلعب على الدوبليه على البطوله وعلى الكاس وعلى كاس افريقيا وعلى كاس اذا كان هذا كاس افريقيا باش يلعب كاس العالم للانديه، معناتها برشا تحديات يلزم يعرف الضاوي على شنو قادم، خاطر كيما النجم الساحلي كيما الاهلي يلزم توري روحك، خاطر جمهور ما يسامحش، جمهور نتاع النادي الاهلي ولا جمهور النجم الساحلي راهم ما يسامحوش، ما يقولوش راهو صغير وراهو مازال صغير وراهو ما اندمجش، لازم من الاول يوري روحه في التمارين باش ينجم يلعب، نجم الممرن
يقرر حسابه في اللعبه، سواء يلعبه كاساسي ولا يقع دماجه في وسط اللعبه. يلزم يلعب 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقه الشوط، يلزم يوري روحه الا هو لو صفقه رابحه، يوري روحه الا هو يستحق يلبس الزي نتاع النادي الاهلي. لا هو كيما زي النجم الساحلي رزين كيما نقولوا احنا رزين، كيف كيف النادي الاهلي فريق كبير ويلزم تأدي، ما فماش هذايا صغير ونصبر عليه. اذا كان ما تمشيش في نادي الاهلي ولا في النادي الساحلي راهو يستغناو عليك مهما تكون، مهما تكون انت ب 4 مليارات 5 مليارات. اما انا نتصور عندي ثقه فيه كريستو، سورتو خاصه على الانضباط نتاعو ان شاء الله باذن الله، كما هو احساس وشعور ملايين من جماهير النادي الاهلي. نتمنى للضوي طبعا كل التوفيق وان يكون اضافه حقيقيه ان شاء الله، ويعبر عن امكانياته وعن مهاراته مع النادي الاهلي. بشكر كابتن اقبال الرعدبي طبعا المدير الفني السابق لنادي النجم الساحلي، وكل الشكر طبعا المسؤولين في النجم الساحلي التونسي لتعاونه مع النادي الاهلي في اتمام الصفقه. عايز تقول ايه تاني عن كريستو؟ كلام مهم جدا على فكره لالو كابتن اقبال، لانه بيبين قد ايه ان ضوي عنده شخصيه، بيمتلك شخصيه قويه جدا، منتاليتي رائعه جدا تقدر تخليه. خلي بالك اللاعبين الموهوبين كمان اللي بيمتلكوا المهارات دي انسجامهم مع الفرق بيبقى اسهل بكتير من اللاعبين العاديين. يعني وجود علي معلول طبعا زي ما قلت احمد هيفرق كتير جدا نفسيا بنسبه 100% اكيد. سمعت الرساله اكيد طبعا اللي وجهها لمعلول طبعا طبعا اكيد. وعلي من الناس يعني شخصيه فعلا من الشخصيات الرائعه جدا طبعا اللي ساعدنا بيها انه تواجد داخل النادي الاهلي طبعا. يعني شوف يعني